ما زلنا معاكم نوفمبر 2014 بيبر 3 فاريانت 1 والسؤال الأخير وال11 name the process that causes potential difference across a solenoid due to the movement of a nearby magnet. والله احنا اتفقنا قبل كده لما الكويل ده يكون مش متوصل لأي سبلاي وجي ماجنت هيتحرك جنبه هيعمل عليه ما يسمى بالفاريبل ماجنتيك فيلد، أو بنقول إن السولينويد ده أو الوايرز دي بتكات الماجنتيك فيلد لاينز أوف ذا ماجنت، بشرط إن يا الماجنت يتحرك يا الكويل يتحرك. هذه العملية اللي هي إنشاء كهرباء، إنشاء إلكتريسيتي، إنشاء إلكتريك كارنت من لا شيء، جاست مغناطيس بيتحرك جنب كويل، اسمها إلكترو ماجنتيك إندكشن. تمام. الراجل بيتكلم زي ما انتم شايفين ازاي، ادي السولينويد والماجنت رايح للسولينويد، بيقول لي the magnet is pushed into the solenoid and then brought to rest. يبقى احنا جبنا الماجنت ده حركناه داخل السولينويد وبعدين وقفناه. تمام، خد بالك ايه، اذا انت كنت بتحركه pushed into وبعدين to ايه to rest. تمام، هنا هيحصل current، ما دام وقفته to rest يبقى الكرنت هيقف. تمام، بيقول لي describe the movement of the pointer of meter M. والله هقول له وانت بتبوش، ماشي، هقول له pointer deflects، لان اثناء الحركة اثناء حركة المغناطيس هيدي current. تمام ماشي، but when bro لما brought to rest بقى pointer then pointer returns to zero when the magnet stops motion. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده. The magnet is now pulled to the left out of the solenoid at a higher speed. يبقى to the left. طيب جميل. احنا لما دخلنا لما زقنا المغناطيس كده ادى كرنت في اتجاه، يبقى اكيد لما شد المغناطيس في الاتجاه المعاكس الكرنت هيدي في الاتجاه المعاكس. بس هو قايل لي كلمه هنا with higher speed. higher speed يعني الكاتنج الماجنتيك فيلد لاينز هيبقى بشكل اسرع، اذا هيدي كرنت اكبر. اذا مش بس الكرنت هيكون في الاتجاه المعاكس، لا ده الكرنت كمان هيكون بقيمه اكبر. تمام، الكلام ده هنقوله ازاي؟ هنقوله بكل بساطه greater deflection، deflection اكبر in the opposite direction then returns to zero. لازم هي return to zero ما دام الحركة توقفت. تمام، دي كانت إجابة السؤال الحداشر والأخير من نوفمبر 2014. نلقاكم إن شاء الله في امتحانات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.